مشاهدي متتبعي جريدة أصوات مباشرة من الملحقة الإدارية الثانية عين حرودة جماعة عين حرودة هنا بعملة المحمدية ومشكل الاستفادة في الحق في السكن. غادي نسمع معطيات خطيرة على لسان أحد المواطنات هنا بدوار بيكية. أختي تفضلي أختي لك الكلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا نادية كنت ساكنة في دوار بيكي جوج. فاش جا دوار بيكي كان غادي يريب جات اللجنة وجا القائد الأول وجاو جميع المسؤولين جاو صافي قالوا لنا القائد الأول المسؤولين عندكم الحق أنكم استفادة وصافي وريبنا صافي مشينا كرينا ومن كرينا مشينا للشركة اللي معنية بالأمر اللي مسؤولة على بيكي لحياتها دارت ماما العقد الشراكة مع الشريكة ديالها وعقد الشراكة مع مشكارة من بعد خرجت ليها الورقة وقالت لها فلان مشكارة تقول ماما صبري بلاتي صافي صبرنا تا وفات الورقة ومن بعد قال لها مشكارة سيري جيبي الورقة ديال الخلاص باش نخلص لك. كذلك ماما مشات الشركة اللي معايا بالأمر وخرجت ليها الورقة الخلاص خاصها غير تكاشا غادي ندير جميع اجراءات. قال لها هذا المسؤول والله لا خديتي هاد الوثيقه وما اي حق ان هذا المسؤول يقولها علاش والله لا خديتيها لكن ماما علاش انا ما نمشي ناخذها قالت لها لا هادي ما بقاش يقول لي شنو كاين قال لنا راه قال ماما واخا المده الزمنيه دابا نتوما بشحال باش ريبتو؟ باش ريبنا دابا شي تقريبا 4 سنين. فين ساكنين دابا؟ دابا حنا كاري. قلتي لي كان عندكم الاستفاده الاولى من عند السيد القائد اللي قبل ياك؟ الاستفاده وما عندها استفاده. وعلاش ما كملتوش في الاجراءات؟ شنو السبب؟ انا غادي نكمل لك علاش ما كملناش. صافي قالت لي ماما علاش ديك حلفنا؟ قالت لي بغيت نعرف قال لها الطلاق ديالك داك تاع. قالت لي ماما باي حق غادي يدير لي تعرض وعطيني شي وثيقه حيت جيتو نتوما وجات اللجنه وجات القائد الاول وعطاك واحد بوحدو هاد السيد اش غادي يدير لي تعرض؟ عطيني شي وثيقه دليل شي نسخه من التعرض نعرف التعرض ديالك. ما عطاوناش ما بغاش يعطونا عن سيمانه ما بغاو يعطونا حتى شي حاجه. قال لها بغيتي المشكل ديالك تحل وبغيتي يستمر هذا المشكل ديال يتحيد هذا المشكل ديالك جيبي التزام من الطلاق ديالك وغادا نحل المشكل. كذلك انا مشيت عند بابا خديت التزام عطيته ليهم ولكن ما عجبهمش عطى حاجه واحده اللي عطى التزام ما كيعيطوا علينا ما حتى شي حاجه صافي حاجه وحده. مني مؤخرا دازت شي جوج سيمانات عيطوا لماما قال لها اجي مني ماما مشات كيجبرها انا سيلي كيقول لها سيني ماما كتقول لي ما قريش ما غاديش نسيني مسؤولين لك. دابا الام ديالك سينات على شي حاجه؟ لا ما سينات على حتى شي وثيقه. صافي ملي كيجاوبوها انها تسيني ماما ما سينتش. صافي من بعد التجانا الى العملات المحمديه من هنا دخلنا عند قسم رئيس التعمير شافوا ورق هنا قال لنا واقع كلهم قانونيين. صافي عيط للقائد هذا الثاني وعيط للشركه اللي معنيه بالارض المسؤولي قال لي شوف بنتي المشكل ديالكم تحل صافي سيري هاد السيمانه ان شاء الله بدا الاجراءات ديالكم كملوها. مني قال لي لا بحال هكاك مني جينا انا القائد ما كنلقاش معايا كنبقى نتسنى مشيت للشركه اللي معنيه بالارض وكنتسنى ما كنقولوش انا ندخل كنتسنى ماما مني دخلت تما تسناو قال لي تجي ماما كي جات ماما مشات دخلت عندهم لقات جميع المسؤولين وقات القائد قال لها سيني. قالت لي ماما علاش انا غادا نسيني؟ علاش غادا نسيني؟ قال لها سيني كي كتسيني كيقول كيتغوت كيقول كيديرو وكيقوت كيقول لها سيني. كتقول لي ماما انا علاش غادا نسيني؟ بغيت نعرف علاش غادا نسيني؟ قال لها سيني بغا يكجبر انا يغوت علي يقول سيني. قالت لي ماما سيني قال لها يلا خرجي عليا برا وما لقاتش في الدور هنايا في الزناته وفوتي العمله ليه وفوتي ربطني وباي حق انا هذا المسؤول يوقف استفاده ياك ويقول فوتي العمله ليه وربط ليه باي حق؟ ومن بعد كنتفاجئوا ان الشريكه اللي معانا فسخات جوج عقود ودارت عقد شراكه اخر وبنات السيده سكنت وبنات وباي حق؟ انا بغيت نعرف باي حق؟ ما جاتوش القضاء ما دفعتوش شكايه مباشره للسيد وكيل الملك المحكمه؟ دفعنا شكايات للوزاره الداخليه دفعنا وزاره السكن
دفعنا دفعنا ان كتبنا في دفعنا واحد الوقت واحد الشكايه للسيد العامل، بغينا باش بغينا الحضور باش يكون استقبال بينا باش نشرحوا لي على المباشر كل شيء. هذيك الوثيقه ردوها لماما، قال لها لا، قال لها كتبي داك الشيء اللي كامل وصيف اهل عامل، ما يمكنش انك تبغي تشوفي السيد العامل. يعني ما يمكنش تشوفي المسؤول هنا على العمل. تفاجئنا الشركه الخاصه، كنا تحلل باي حق، باي حق مسؤول ماما؟ دابا خلينا في المسؤول، خلينا في المسؤول. دابا شنو المطلب الاساسي ديالك؟ انا المطلب ديال الاساسي ديالي كنطالب بالتحقيق. انا واقيه كلهم قانونيين، كنطالب بالتحقيق، والا ما كانش عندي حقيقه تاخذهم. انا شحال انتم ديال الاخوان ساكنين في هذا السيد؟ انا وماما وخويا. انتم ثلاثه الناس؟ ماما وخويا مريبين. دوارنا كلشي سكن تقريبا، خمسه دوار كلشي، خمسه دوار تقريبا كلشي سكن الا حنا. وباي حق انا هاد القائد يشردني؟ باي حق؟ دابا انت عندك مشكل غير مع القائد بوحدو؟ هو اللي حبسنا، هو المسؤولين اللي معاه هما اللي حبسونا. باي حق؟ ما كيستقبلكمش؟ ما كيستقبل، كيحبسونا حدا الباب. علاش انا ما ندخلش؟ وقال لها ما تجيش، قال ماما ما تجيش تهضر على الاستفاده ديالك بحدي انا كنجي سناتها. وباي حق يقول هاد الهضره؟ مواطنه مغربيه من حقي نهضر على الاستفاده، ومن حقي نسول، ومن حقي السكن، حيت سيدنا هو اللي كيعطيها لينا، وعاش الملك هو سيدنا، هو اللي كيعطي الاستفاده، ما كيعطيها حتى شي واحد، لا قايد لا اي واحد مسؤول في الدوله اللي كيعطيها، كيعطيها سيدنا. وكنطالب بالتحقيق، كنطالب بالتحقيق، انا بغيت التحقيق، بغيت نعرف البقعه ديال ماما فين مشات، البقعه مفتوحه، بغيت نعرف فين مشات. من حقي مواطنه مغربيه من حقي انا نعاني بسبب مسؤول، بسبب قائد، نعيش بحق وطن في بلادي، وانا مواطنه مغربيه من حقي، من حقي نعيش، من حقي السفر، من حقي نبقى، ومن حق شاد مسؤول يعاملنا بهذا الاسلوب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.